شهد العالم كله نجاح قمة قادة دول ال20 برئاسة المملكة العربية السعودية، أكيد واللي كانت افتراضية كما كانت عصر يوم الخميس الماضي. وخلف هذا النجاح كالعادة كان شباب وشابات سعوديين يعملون في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في تشغيل أنظمة الاتصال المرئي داخل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء سدايا. طبعا اليوم راح نسلط عليهم الضوء ونرحب بضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة رنيم قطان من منسوبي مكتب إدارة الاستراتيجية في سدايا. حياك الله رنيم. الله يحييك، يا أهلا فيك. بداية يعطيكم العافية على كل المجهود اللي قمتم فيه، وشيء يعني ما هو بغريب عليكم. رنيم، شوي نتكلم عن إنجاز الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تشغيل الأنظمة أو أنظمة الاتصال المرئي للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة قمة ال20. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إحنا في سدايا استطعنا وفي مدة قياسية نفذنا حل جديد باستخدام أنظمة الاتصال المرئي. مكننا من أننا نعقد هذا الاجتماع اللي جمع 36 دولة ومنظمة عالمية بنجاح. وهذا الإنجاز ما كان يتحقق من غير الدعم اللي وجدناه من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وثقتهم العالية بقدرات وإمكانيات أبناء وبنات الوطن. أكيد. نعم. طبعا. طيب رنيم، احكي لي، اكيد قبل انعقاد القمة كان في شوي جهد مبذول، كان ابغاك تحكي لي عن الاشياء اللي صارت قبل، تجهيزاتكم، تحضيراتكم، ايش الاشياء اللي صارت؟ حقيقة الوقت كان جدا قصير، فالفريق اشتغل على مدة 8 أيام متواصلة. كان الضغوط كانت جدا عالية علينا، بس لله الحمد كانت النتائج نستنا صراحة كل الجهود. فالهدف كان انه نقدم صورة مشرفة عن المملكة، والحمد لله يعني حققنا هذا الهدف وهون علينا كل التعب اللي اكيد فتنا. الحمد لله. رغيم، يعني ما شاء الله هذا العمل قد يكون يعني يمكن الأول من نوعه للشباب والشابات يعني في انعقاد قمة بهذا الحجم عندنا، وكمان معلومات وبيانات من 35 جهة حول العالم. فإحنا نبغى تحكي لنا شوي إيش الصعوبات اللي يمكن قد واجهتكم وكيف تعديتوها وتخطيتوها، وإيش الأشياء اللي ممكن يعني تكون جديرة بالذكر. صراحة التحدي الأول اللي واجهناه كان تحدي الوقت، لأنه الوقت كان جدا ضيق، والظروف الدولة والمملكة والعالم صراحة جميعا يمر بها في هذا الوقت، هي ظروف جدا صعبة. فكان الوقت صراحة هو التحدي الأول. التحدي الثاني ممكن من ناحية الحل اللي حاولنا نوجده، فكان مهم أن نلاقي حل ممكن يكون حل مرن، حل يمتاز بالتواجدية. فيكون الحل مرن مع جميع الأعطال اللي ممكن تحصل في خلال الاجتماع. فكان مهم انه نضمن استمرارية الاجتماع مهما كانت الأعطال اللي ممكن نواجهها. صحيح. طيب رنيم، خليني أسألك عن يعني قمة ال20 G20، طبعا هي الأولى من نوعها واللي تمت أكيد عن طريق الفيديو لأول مرة في التاريخ السعودي أو في تاريخ السعودية. أبغى أعرف إيش يعني إيش الشيء اللي حسيتوا إنه أنتم حققتوه، إيش الإنجاز اللي أنتم حسيتوا فيه إنه طبعا هو إنجاز لنا. رنيم اسمحي لنا، هو إنجاز لنا مش بس لكم، لكن هالإنجاز العظيم أكيد الكل سعودي وسعودية، فإيش حسيتوا إنه هذا وصل لكل السعوديين؟ طبعا هو أكيد إنجاز للمملكة بأكملها. أكيد. إحنا في البداية عندنا من أهم أهدافنا إننا نعرف بمنجزات المملكة وإمكانياتها، خصوصا في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. فإحنا أشوف إن هذا النجاح هي كانت رسالة واضحة من الحكومة للعالم إنه إحنا في السعودية عندنا دور محوري للتقنية، وقديش التقنية مهمة عندنا في المملكة. جميل. أنا رنيم يمكن شفت لكم مقطع الفيديو اللي انتشر لكم، فرحتكم أثناء ما يعني انختمت هالقمة كثير حبيت، وتمنيت أن أنا أكون بالوسط معكم أنه عشان أشارككم هالفرحة هذه، من جد كانت فرحتكم كثير جميلة. يعطيك العافية رنيم، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين نكملين.